حبها إماراتي نرزف لها نرزف لها نرزف نرزف لها نرزف لها نرزف يا بلادي نحبها نرزف نرزف لها نرزف نعيشها نرزف نفرح بها نفرح نرزف هذا الأسبوع مع الرائد المتقاعد من القوات المسلحة الإماراتية السيد إبراهيم علي اللاحق. دعنا أعزائي المشاهدين نتعرف على ضيفكم وإن شاء الله في حلقة توثيقية وكتجربة إيجابية لكم والأجيال القادمة. بالبداية حفظ الألقاب يعني إبراهيم علي اللاحق أسعد الله أوقاتك. الله يسعد مساكم إن شاء الله. يا هلا بك. إحنا إن شاء الله سعيدين بوجودك معنا في هذا البرنامج. وأنا كذلك أسعد. رجال حول زايد وكفاءة الإمارات. الله يرضى عليكم. الله يسلمك. ولكن يا سيدي كسياسة البرنامج يعني دعنا نعرف السادة المشاهدين بحضرتك، يعني انت ما شاء الله عليك معروف لدى الكل في إمارة أبو ظبي وفي الإمارات أجمع، ولكن أكيد هناك بدايات لعطوف تبادل المتقاعد يعني إبراهيم علي، أكيد هناك مكان ترعرع فيه، نرجع للوراء شوي. نعم. كانت البداية والانطلاقة في حياتك العلمية والعملية والعسكرية أيضا، تفضل. أول شيء مساكم الله بالخير ويشرفني أني أكون ضيف عندكم. الله يسلمك. ويسعد مساكم. أنا طبعا إبراهيم علي سعيد باللاحق، طبعا انا ترعرعت مدينه العين، درست الابتدائيه والاعداديه والثانويه. طبعا بعد ما خلصت الثانويه اتجهت للسلك العسكري، فطبعا هذا السلك العسكري طموح كل شاب يريد يخدم الوطن، فاحنا كنا عاوزين نخدم في القوات المسلحه ونخدم الوطن. طبعا دخلت الكلية زايدة الثانية العسكرية في عام 91، نعم. تخرجت منها في عام 1992 تقريبا، تصحيح 92. نعم. ومن ثم سيدي ومن ثم بلشنا الحمد لله وتداومنا في القوات المسلحة، وطبعا خدمنا، وهذا شرف إن نخدم في للقوات المسلحة ونخدم الوطن. والحمد لله خذينا دورات وشاركنا في مهمات، والحمد لله تقاعدت في سنة 2005. نعم، في عام 2005. في عام 2005. نعم، يعني ما شاء الله عليك أثريت عمرك وخدمتك وحبك وانتمائك لهذا الوطن وقائد الوطن. وهذا شيء قليل الرد. نعم. هذا شيء أقل من قليل. واكيد انتم من حملتم ايضا في الزاويه الثقيله في عهد المغفور له الشيخ زايد طيب الله فضله. الله. اردنا نتحدث سيد عن بناء دوله الامارات يعني وعن مكارم الشيخ زايد التي لا تعد ولا تحصى، شو بتحكي لي سيد؟ والله الشيخ زايد الله يرحمه طبعا ما حد بيطلع مثل الشيخ زايد. نعم. الشيخ زايد طبعا هو مثل كل مواطن في هالدوله، علمنا الحين، علم الاجيال الماضيه هو الحين حتى اولادنا يعني جاءوا جيل بعد ما توفى الشيخ زايد ويعرفونه ويذكرونه وما شافوه، بس ظلت أفعاله وظلت الناس يذكرونه. يعني هو صحيح أنه توفى عند الله بس ذكره لازال موجود، فاحنا صراحة تعلمنا منه الشيء الكثير، المواظبة، العمل، يعني قدوة لكل مواطن. يعني لو تكلمنا ما تكلمنا في المرحوم الشيخ زايد ما يوفينا لا حلقة ولا حلقتين. Yeah.
وعن بناء دولة الإمارات الحديثة سيدي؟ والله الحمد لله دولة الإمارات الحمد لله طبعا هي مو بشهادتي أنا، بشهادة العالم. حتى والله نفتخر أن الواحد يكون مواطن، حتى لما نسافر برا ولا نروح في أي بلد برا خارج الدولة يعرفونك من الإمارات احترام الحمد لله في كل بلد الحمد لله. ليش؟ مع العلم أن عندنا تقريبا 200 جنسية، فالعالم كلهم موجودين معانا ومتعايشين معانا وعايشين والحمد لله أمن وأمان، والمواطن الوافد نفس المواطن الحمد لله. عطوفتك سيد يعني تحدث عن ما بعد التقاعد، ما فرق ما بين الحياة العسكرية والحياة المدنية الآن يعني؟ والله صراحة فرق. أنا حاليا أعمل مدني في القوات المسلحة، رديت في القوات المسلحة كمدني. ففي فرق لما تكون عسكري، العسكري طبعا انضباط وضبط ونظام، والمدني كذلك، بس يعني العسكري يكون شوي عمل كمجهد. سيدي يعني بدنا كمان نتحدث، الحمد لله رب العالمين، نحن اليوم يعني دولة الإمارات العربية المتحدة الله عز وجل حباها في منظومتين، نعمة الأمن والأمان، وأينما وجد الأمان وجد الاستقرار والاستثمار، وهذا فضل الله عز وجل، وثم القيادة الحكيمة لشيوخنا وحكامنا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي دائما يصرون ليل ونهار لتوفير أفضل راحة السبل لمقيمين ومواطنين يعني. وأيضا لا ننسى دائما جنود البواسل يعني والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية اللي يصارنين حول ثغور وأمن واستقرار هذا الوطن يعني، نرفع لهم التحية والقبعات على قناة السماء الخليج. ماذا توجه رسالة سيدي إلى الوطن وقائد الوطن؟ المايك معك والشاشة لك سيدي. والله أنا صراحة يعجز الكلام. نعم. طبعا أنا أوجه الشكر والاحترام والتقدير لقادتنا من الشيخ زايد للشيخ محمد بن راشد للشيخ محمد بن زايد لجميع حكام الإمارات، بذلوا وجهدوا أنهم يأمنون دولة الإمارات وسمعة دولة الإمارات خارج الدولة وخارج الدولة. الحمد لله الأمن والأمان الحمد لله موجود عندنا الحمد لله، والله أنك تنام وبيتك مفتوح والحمد لله، والحمد لله هذا شيء نفتخر فيه، والحمد لله الأمن والأمان موجود والحمد لله. يعني أي إنسان المقيم والمواطن نفس الشيء، ما في فرق لا مواطن ولا مقيم، كل إنسان يمشي بالقانون وياخذ حقه بالقانون، والحمد لله رب العالمين. هذا الشيء نفتخر فيه، وهذا الشيء الحمد لله أثروا في شيوخنا. هناك سؤال، لو نداك الوطن إلى موقع قيادة هل ستلبي النداء؟ أنا خادم الوطن أنا وأولادي. نعم. في أي وقت؟ نعم. عطوفتك احنا نتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم والنجاح، وكن ضيف عزيز غالي على برنامج رجال حول زايد وكفاءات الإمارات ووقت البرنامج دائما. في رسالة معينة حاب توجهها لمن شئت سيدي؟ والله والله أنا رسالتي لقادتي. نعم. أنا أشكرهم على كل شيء بذلوه للدولة. نعم. وحفظوا أمن الدولة، والحمد لله نشكر الشيخ محمد بن زايد لمساعدته للدول الخارجية بعد ما جات أزمة كورونا، فطبعا الحمد لله ما فيه بلد طلبت مساعدة إلا ما وجه الحمد لله، وهذا شيء فخر إنا، وهو يتكلم بشعب الإمارات، فهو صراحة قدوة، وقبله الشيخ زايد.
الله الرحمن الرحيم. نحن كنا مثلكم باب الاتحاد، كنا هكذا نمشي ونسير نبى نوصل إلى شيء. وظلينا 25 سنة ونحن نمشي في هذا الطريق. فالآن وصلنا إلى بعض الأشياء اللي نحن نريدها. طبعا عطوفتك يعني الرائد المتقاعد ابراهيم علي بن لاحق سيدي، يعني ما بعد التقاعد يعني مالك في برامجك اليوميه كيف بتتم داخل هناك استراحه ايضا احنا اليوم موجودين فيها؟ والله الحمد لله. هذا طبعا كل انسان بعد ما يتقاعد يدور له مكان او يرتاح فيه، او انا صراحه سويت الاستراحه. نعم. هذا من فضل الله وفضل شيوخنا، وعملت الاستراحه اقضي فيها الويكند أنا وأولادي، والحمد لله استراح الحمد لله، يعني مثل لو تشوفونها إن شاء الله. أي نعم، فالحمد لله هذه وقت راحتنا ووقت استجمال العائلة، ونقضي الأوقات والجماعة والربع يجونا هنا ونقضي أيام حلوة في الاستراحة. نعم. وسيد أكيد يعني دائما إحنا نقول كل رجل عظيم وراه امرأة، يعني كل امرأة عظيم وراه رجل أيضا. نعم. دور الزوج بحياتك أكيد كان مهم جدا. أكيد 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 والله الزوجة صراحة وقفت معاي وأنا أشكرها صراحة. نعم. في حياتي، وطبعا أولادي هي كانت معايا لما كنت أنا في العمل، كانت هي اللي الخط الثاني. فالحمد لله جبنا أجيال الحمد لله، الجيل هذا الحمد لله، وما تشوف الأولاد الحمد لله مداومين، وحد داوم في القوات المسلحة ضباط، والحمد لله رب العالمين. الله يحفظ لك يوم وإن شاء الله خير منهم سيدي. الله يرضى لك ويعافيك. شعبها هو سرها، واجمل تلاحم بحرها مع برها، وشيوخها اللي للساحة بتجرها، في حبها من حقها نرزف نرزف لها، السعادة كلها كلها نضربها اجمل مثل ونفلها.